تقريبا كل متهم بالاتجار بالمخدرات، كل قاتل ومجرم ملقى القبض عليه في كليفلاند أوهايو ينتهي به الأمر هنا في سجن مقاطعة كايهوغا. الأكثر خطورة وعدائية بينهم هم السجناء الشباب. قالوا إنني قتلت أحدهم وأطلقت النار على شخصين. هم لا يلعبون إلا بشروطهم. يمكنك أن تقتل شخصا في السجن كما تقتله في الشارع، والشيء الوحيد الذي يردعهم هو الشرطة. سنسألك، سنخبرك، ثم نجبرك. قف بوضعية الصلاة، هذه ليست وضعية الصلاة. أتعرف كيف تصلي؟ وبعض السجناء لا يتحملون الضغوط. لا أقدر على أن أتحمل، أفضل الموت على أن أكون هنا. هنا سجن مقاطعة كايهوغا كليفلاند. تحوي هذه المنشأة الأمنية 2200 سجين خطيرين، معظمهم متهم بجرائم قتل، سرقة، خطف ومخدرات. الأجواء دائما متوترة في المقاطعة. بقي الآن أسبوع على عيد الميلاد، وأن يكون المرء هنا أصعب من أي وقت، بالأخص لأنتوان بريم. لا أستطيع أن أتحمل المزيد، لا أستطيع أن أتحمل المزيد. بعد 5 أيام في السجن حاول أن يقتل نفسه. حاول القفز عن الطابق العلوي. خذوه عن الطابق العلوي. خذوه إلى الطبيب النفسي. لم أعد أتحمل. أدخلوه. لست مجرما. لدي 5 أولاد في المنزل، وأولادي ينامون معي كل ليلة. أفضل الموت على أن أكون هنا. أرجوك. هو عاطل من العمل الآن، اتهم بحيازة مخدرات غير شرعية. لست مجرما، أنا في الثامنة والثلاثين. إنها المرة الأولى، لم يسبق له أن اتهم بجريمة. السجين بريم الزنزانة 22، كاد أن يفقد حياته. قرر أنه لا يريد البقاء هنا، حاول أن يقفز من مكان مرتفع. أمسكه أحد السجناء، نصحه بأن يتريث وأن ينتبه لأفعاله. لم أعد أحتمل. أعتقد هذه أول مرة يدان فيها بتهمة كبيرة. هذا ما ظل يردده، إنه مرتعب، تعب. لا أرغب في البقاء هنا أيام الإجازات، هذا يحدث دائما في العطل. لا أحد يريد البقاء هنا قبيل عيد الميلاد. أعتقد أن هذا أثر في تفكيره. تفضل اجلس، ابقى في مكانك، لا تحاول أن تتهور. لا أريد، لا أريد البقاء هنا بعد الآن. لا. كم مضى على وجودك هنا؟ منذ الثلاثاء. عليك أن تتحمل إذن. لا أستطيع أن أتحمل، أرجوكم. اهدأ وأجب على بعض الأسئلة. سيدي أنا جينيفر. يعرف الفريق الطبي أن نسبة الانتحار ومحاولات الانتحار ترتفع خلال العطل. نريدك أن تخبرنا ماذا حدث قبل مجيئك إلى هنا. لدي 4 أولاد، أولادي ينامون في حضني كل ليلة، وأنا هنا الآن. حسنا. سيد بريم، هل قفزت عنا؟ لا، لم أقفز. أفضل الموت على وجودي هنا. أنت تفضل الموت على أن تكون هنا؟ أفضل الموت على أن أكون هنا. أتعلم إذا قتلت نفسك الآن فستخسر حياتك، أولادك سيخسرون والدهم إلى الأبد. إذا لم ينجح الفريق الطبي بتهدئة بريم، فهذا الوالد لن يخرج من هنا حياً. يقول فريق العمل إن سجن مقاطعة كايهوغا يضم مزيجا غير متوقع بمن فيهم الثائر، العنيف والخارج عن السيطرة. أكثر من 2000 سجين موزعون على 12 طابقا في هذا المبنى الضخم. العديدون منهم شبان مخالفون بين 18 و25 يميلون إلى إثارة الشغب. وضعت إدارة السجن معظمهم في زنازين منفصلة لأجل السيطرة على الوضع. 10 صباحا، الطابق 7، تضم هذه الزنزانة مخالفين شبابا على وشك الانفجار. علمت وحدة الأمن في السجن
أن هناك عصابة جديدة قد تكون تخطط للهجوم على سجناء آخرين يطلقون على أنفسهم مجرمون بلا رحمة. نحن هنا مجموعة من 8 أفراد ونحاول أن نلعب لعبة المطاردة، فلم نواجه مشاكل فعلية مع العصابات إلا في آخر سنتين. خلال عمله ل9 سنوات مع فرقة الإنقاذ الخاصة، لم يشهد الضابط ثيفنن سوى بعض النشاطات المتفرقة للعصابات إلى أن لدينا مشكلة صغيرة مع عصاباتنا، مجموعة مجرمون بلا رحمة الصغيرة تحاول إثارة الشغب. سينتقل المثقل المخالفون الشباب إلى سجن الراشدين الآن وعندها سيتكاتفون. يشدد ثيفنن المراقبة على مارتينو هاريس البالغ 21 عاما والمرجح أن يكون أحد زعماء العصابة. إنه يحاكم بتهمة القتل وبإطلاق النار على شخصين في إحدى الحانات المحلية. يقولون إنني قتلت أحدهم وأطلقت النار على شخصين أثناء عملية قتل أحد ما، لكن هذا لم يحصل. هل تفهم ما أقول؟ هم يقولون إنني فعلت شيئا وأنا أنفي ذلك. يقولون إن أحدهم شاهدني. قلت لهم إنه يكذب. بالنسبة إلى هاريس، المسألة تتعلق بمشاكل أولاد في شوارع كليفلاند. مجانين. لا أعتقد أنه مثل أي مكان آخر. أقصد هذا جنون حقيقي. الناس يطلقون الشائعات حتى قبل أن يتأكدوا. هناك أشخاص أصغر مني سنا، 13، 14، يتصرفون كالمجانين، كأن شيئا لم يحدث. هل تفهم ما أقول؟ لا شيء جيدا في كليفلاند. الوضع دموي. أفاد أحد المخبرين بتعيين هاريس جنرالا على عصابة مجرمون بلا رحمة، ومهمته توحيد صفوف الأفراد، لكن هاريس ادعى أنه لا يعرف الكثير عن هذا الأمر. المفروض أن هذه العصابة بدأت في مبنى الأحداث. بحسب معلوماتي ومشاهداتي إنهم مشاغبون. هذا كل ما أعرفه عنهم. أنا أخبرك عما أراه. هذا كل شيء. بحسب معلوماتي إنها تشكيلة من الجميع، شباب، كبار، مدراء تنفيذيون، نعم كل الأنواع تقريبا. كان هاريس حريصا على عدم كشف أي معلومات قد تدينه. بعدما عرفته فرقة الإنقاذ الخاصة كأحد أفراد العصابة، هذا يعني إطالة مدة سجنه. أيضا فرقة الإنقاذ الخاصة تراقب ماريو ماينر البالغ 21 عاما. سبق أن أدين ماينر بالاتجار بالمخدرات، والآن هو يواجه تهمة القتل. أنكر ماينر أي علاقة له بالعصابة، لكنه يقول إنه يحترم قوتهم. إنها حركة قوية. الجميع يرغب في أن يأكل على المائدة نفسها. الجميع يريد الانضمام إلى مجرمون بلا رحمة، نظرا للسمعة التي اشتهرت بها. مجرمون بلا رحمة. كانت مكافحة مجرمون بلا رحمة أحد التحديات التي واجهت الضابط ثيفنن وفرقة الإنقاذ الخاصة. هم مسؤولون عن أمن السجن وسلامته، بدءا من مشاكل السجناء والإهانات التي يتبادلونها فيما بينهم إلى معاناة الشرطة. نحن هنا لإحكام السيطرة ونشر الأمن في هذا المبنى. مهمتنا هي الاستجابة لأي حالة طارئة في هذا السجن، سواء كانت طبية، شجارا، شغبا، أو أي أمور طارئة قد تحدث في هذه المنشأة. يعرف عنهم السجناء بالرجال في الأسود نظرا لملابسهم المميزة. لقد ألفنا أغنية: عندما تصل فرقة الإنقاذ الخاصة، الرجال في اللباس الأسود. هل فهمت قصدي؟ نحن نلبس الأسود لسبب معين، إنه لون بارز. في هذه الحالة سيعرف السجناء من نكون عندما نأتي لنعالج قضية ما. لذا عندما يرون الرجال في الأسود أو فرقة الإنقاذ الخاصة، سيعرفون أن وقت المرح قد انتهى. اليوم سيصل إلى سجن المقاطعة أحد أسوأ المجرمين في تاريخ كليفلاند. خلال وجوده هنا سيحتاج إلى انتباه خاص من فرقة الإنقاذ الخاصة. سيضعونه في الانفرادي ويرافقونه في كل خطواته، كما يفعلون مع كل السجناء الخطيرين جدا. عندما كان في 22، خطف ألفريد موراليس شقيق صديقه المفضل البالغ من العمر 12 عاما وضربه حتى الموت. كان فعلا انتقاميا، لأن صديقه رفض تبرير غيابه في عملية سرقة سيارات. نفى موراليس أن يكون قد خطط لقتل الصبي. كانت نيتي فقط الذهاب إلى السينما مع صديق في تلك الليلة. هذا كل شيء.
خلال ذلك الوقت دخنت الماريجوانا في مكان ما، شربت بعض البيرة وتناولت مشروبات أخرى. أظن أن المادة التي دخنتها قد أضيف إليها شيء، لأنني فقدت وعي بصراحة. حكم عليه بالموت. أمضى موراليس تقريبا ربع قرن منتظرا حكم الإعدام حتى الآن. أنا أنتظر الموت منذ 24 عاما. الآن عدت إلى المقاطعة لإعادة المحاكمة ولأسقط حكم الإعدام الصادر بحقي. الآن هو بانتظار حكم جديد. موراليس نادم لأنه قتل الصبي. لا يمر يوم دون أن أفكر في الجريمة التي ارتكبتها، لأنني كنت مقربا جدا من عائلة الضحية. إنه لا يغيب عن بالي أبدا. يمضي موراليس أيامه بمحاولة عدم التفكير في حياته قدر الإمكان. أنا لا أترك العنان لأفكار. معظم السجناء في سجن مقاطعة كويهوغا يدعون البراءة. هذا هو سمايلي. سمايلي ليس هناك أقوى من ليلين سمايلي البالغ 25 عاما. في الأسفل سمايلي محتجز بتهمة الخطف والسرقة. إلى اليسار سيدي. قبل أن يرافقه أحد أفراد فرقة الإنقاذ الخاصة إلى الزنزانة، سبق لسمايلي أن دخل السجن 3 مرات. أفرج عنه قبل 3 أشهر بعدما أدين بتهم متعلقة بالمخدرات. وضعوني في السجن بدون سبب. سبق أن كان سمايلي هنا، لكن هذه المرة هو يدعي أنه اتهم زورا. هو يقول إنه كان في السجن عندما حدثت الجريمة. كيف أرتكب جريمة وأنا في السجن؟ يبدو أنه جرى تحديد هويته على أساس صورة فوتوغرافية. هو مصر على أن الجهاز يجب أن يثبت روايته. قالوا إنه حدثت سرقتان، عمليتا خطف، وحادثتا إطلاق نار، إلى جانب العديد من الحوادث المجنونة التي كان يفترض أن تحدث. كنت مسجونا طوال الوقت. لابد أن ذلك مدون على الحاسوب، وكان يجب أن يعرف أنني كنت مسجونا. على سمايلي أن ينتظر المحكمة إذا كانت حجته ستلقى آذانا صاغية، وذلك قد يستغرق وقتا. أنا متعب يا رجل. عفوا سيدي، أريدك أن تقفل فمك في الحال، مفهوم؟ حسنا كما تريد. انزل إلى الأسفل وظهرك إلى الجدار. الوقت داخل كايهوغا يشعر الرجل بالجوع. كم أرغب في أن ألكم أحدا ما. ينتابني ذلك الشعور، ذلك الشعور أن تستيقظ يوما ما هنا وتشعر بأنك ضائع. سيد سمايلي، سوف يوضع مؤقتا في إحدى حجرات مهجع السجن. السابعة صباحا، يستجيب فريق الإنقاذ الخاص لنداء طارئ يتعلق بمشاجرة بين شرطي وأحد السجناء. مهمتهم السيطرة على السجناء المشاغبين. السجين كلينت بويد هو في السجن بتهمة التحرش والمطاردة. استخدم الشرطي رغوة الفلفل للسيطرة عليه. إنها تجعلك تشعر وكأن وجهك يشتعل. لأجل سلامتهم يضع أفراد فرقة الإنقاذ قناعاً. سوف يزيلون أثار الفلفل، لكن ذلك أيضاً سيؤجج الحريق. ارمش عينيك، ارمش عينيك. توقفوا، يجب أن ترمش عينيك تحت الماء. افتحهما وأغمضهما. حسناً، هذا جيد، هذا جيد. هل مسحتها؟ لا تستطيع أن تمسحها، سيزيد الأمر سوءا. يجب أن تستمر في رمش عينيك. انظر. انظر. المياه تزيد من آلام عيني. أرجوك، أرجوك، إنها تؤلمني أكثر. ارمش عينيك. لا أستطيع. ارمش. الويل لكم، الويل لكم. هيا ضع بعض الماء عليهما، ضع بعض الماء عليهما. هيا هيا هيا. أرجوك ضع بعض الماء. هيا هيا. ارمش عينيك. لقد فعلت. ارمش عينيك أثناء تدفق الماء. حسنا، أنا بخير. متأكد؟ نعم أنا بخير.
إذا افتح عينيك. أهلا، سوف تعود لتحرقني من جديد. حسنا. سيبقى بويد على الأقل بضعة أيام في الفصل الإداري في الطابق العاشر بسبب الشجار مع شرطي. الهدف من الفصل الإداري أو الحبس الانفرادي هو السيطرة على السجناء الأكثر عنفاً وخطورة. في كاياهوغا إنه دائماً مكتظ. مساحة زنزانة الحبس الانفرادي ضيقة للغاية. هنا لا يتمتع بويد بأي امتيازات، لا مكالمات هاتفية، لا زوار، لا مياه جارية. عندما نطلب الملابس تسلمني إياها، لا ترميها لي، لا تستدر، مفهوم؟ هيا اتبعني بسرعة. عندما يكف بويد عن مشاكسة وتحدي فريق الإنقاذ سيعاد إلى الزنزانة العادية. الثانية بعد الظهر، الطابق السابع. الرقيب كيلي يشهد إرباكا في تحقيقاته المتعلقة بإصابة مجرمون بلا رحمة. لقد تلقى رسالة خطية من مجهول تقول إن العصابة تخطط للاعتداء على أحد السجناء غير المتعاونين معها. هذه تسمى طيارة ورقية، إنها عبارة عن نشرة من سجين تركت على مكتب الضابط عندما كان يقوم بجولة. كتب على الجهتين اقرأها بأسرع وقت ممكن، مشكلة كبيرة. أيضا اقرأها بأسرع وقت ممكن، مشكلة كبيرة. فتحتها وحيث يكتب اسم السجناء وجدت هذه الكلمات: معركة كبيرة، النجدة بأسرع وقت ممكن. كتب عليها: ينوي بعض أفراد عصابة مجرمون بلا رحمة افتعال معركة كبيرة، نحن خائفون ولا نريد أن يؤذونا، لذا ساعدونا بأسرع وقت إذا سمحتم. هذه بعض أرقام زنازينهم وأسمائهم. ثم أعطوني أسماء أربعة منهم، وأحد الأربعة يكون زعيم العصابة. بين الأسماء مارتينو هاريس وماريو ماينر. أكثر من 12 فرداً من فرقة الإنقاذ الخاصة في السجن وضباط آخرون اقتحموا المكان الذي يضم المشتبه فيهم من مجرمون بلا رحمة. السرعة مطلوبة. أبلغ أن العصابة تملك سلاحاً مصنوعاً يدوياً أو سكيناً محلية الصنع. يجب أن يعثروا عليها بسرعة قبل أن تستخدم ضد سجين آخر أو أحد الشرطيين. أقفلوا الوحدة ولاحقوا أفراد العصابة الأربعة المزعومين. نريد أن نظهر لهم قوتنا. المطلوب أن نبعدهم من المنطقة ولا نريد أن نضخم المشكلة. أحد الأهداف هو السجين تينو هاريس، ويقال إنه جنرال مجرمون بلا رحمة. أفاد أحد المخبرين بأن هاريس وثلاثة من أفراد العصابة يخططون لمهاجمة سجناء غير متعاونين معهم. إذا استطاع فريق الإنقاذ العثور على أي دليل ضدهم فقد تمدد فترة سجنهم. نقل السجناء إلى غرف مختلفة لاستجوابهم. لا أعرف شيئاً. سنحقق بالأمر. لا أعرف شيئاً عن أي شيء. أرجوك صدقني سيدي، أنا لا أعرف شيئاً. هناك سلاح في ذلك العنبر، أحدهم يعرف شيئاً عن ذلك الشيء؟ أنت متورط. سنحقق في الأمر. أنا أقسم لا أعرف شيئاً، صدقني لا أعرف شيئاً عن الموضوع. ليس له علاقة. أنا لا أعرف شيئاً. وداعاً. نقل بقية السجناء إلى منطقة الاستراحة. يريد الرقيب جو كيلي تفتيش كل السجناء في العنبر لعله يجد السلاح مع أحدهم. في العادة عندما تعثر على سلاح قد تجد أحياناً أكثر من واحد. خلال عملية البحث هذه لم نعثر على أي سلاح. فتش الرقيب كيلي وشرطيون آخرون الزنازين بعناية بحثاً عن السلاح. السجناء بارعون في إخفاء الأشياء، في المراحيض، في المغاسل، تحت الأسرة، خلف مقابس الجدران. كشفت الشرطة مكان السكين، خبئت تحت بطانة بلاستيك. وعاء محلول التنظيف.
نزع الزومبروك الذي يتحكم في المضخة لصناعة السلاح. إنها قطعة معدنية يتراوح طولها بين 5 أو 6 بوصات لطعن أحد ما. كانوا يعرضون السلاح أمام مختلف السجناء في العنبر لإعلامهم أنهم في حال عدم الالتزام بأوامرهم أو إذا لم يفعلوا ما يطلب منهم فسوف يجري الاعتداء عليهم في الوحدة السكنية. إذن تلك كانت طريقتهم في التهديد. قالوا أيضا إن هناك احتمالا لنشوب معركة كبيرة في المنطقة. عثر كيلي على السلاح. الآن يريد أن يعرف من هو المسؤول المباشر. سنقيدهم، نخرجهم، ونحاول التدقيق في كل الأدلة. عندما تجد سلاحا ستأخذه على محمل الجد بالتأكيد. لكن الحصول على معلومات من المشتبه فيهم قد يكون مستحيلا. عندما يخالف السجناء القوانين يوضعون في الانفرادي، كما حصل مع اسمايلي البالغ 25 عاما المتهم بعملية خطف وسرقة. لا يزال مصرا على أنه كان في السجن عند حدوث الجريمة. يبدو من الصعب التعامل معه. أنا في الانفرادي، أنا في حفرة، المكالمات الهاتفية ممنوعة، لا أحصل على تموين، ومسموح لي فقط بالاستحمام والاستلقاء. لا امتيازات، لا بريد، لا شيء. يقول إنهم وضعوه في الانفرادي بسبب الكلام، لا شيء خطيرا. كنت أتكلم في الردهة، أعتقد أن الكلام غير مسموح به في الردهة. أعتقد أن حرية الكلام لم تعد متوفرة وافرة هنا. كنت مثيرا للشغب في الماضي، لكن ذلك كان في الماضي. سبق أن كنت هنا كثيرا، لم أكن أذهب إلى الانفرادي. لا أعرف الكثير عن قضيتي، تلك القضية التي يحاولون إلصاقها بي. بالتأكيد لست أنا الفاعل، لأنني كنت مسجونا، لذا أنا مشوش وأشعر بالإحباط كلما فكرت في هذا الأمر. أن يكون معزولا يعني أنه لا يستطيع الاتصال بعائلته. ومع اقتراب عيد الميلاد بدأ سمايلي يفقد أعصابه. عيد مولدي ابني في 21 من ديسمبر، وهناك عيد الميلاد أيضا. هم لا يرون ما أراه أنا، لا يشعرون بما أشعر به أنا، لأنهم ليسوا في مكاني ولا يعيشون ما أعيشه. هم لا يبالون إذا كنت سأرى ابني ثانية، هم لا يبالون إذا كنت سأحتفل بعيد الميلاد ثانية. ما أدراني، هذه أول مرة أراني، هذه أول مرة أراها. إنها على الحاسوب. أنا كنت مسجونا، أنا أغلي من الداخل، هناك ثورة في داخلي، لكن لا يسعني فعل أي شيء. إذا كان سمايلي لن يستطيع السيطرة على أعصابه فقد يتأذى أحد ما. في الأسفل في وحدة الصحة النفسية وضع السجين أنطوان بريم تحت المراقبة بعد محاولته الانتحار. حاول أن يقتل نفسه بعدما اعتقل بتهمة حيازة المخدرات. تسلقت الشرفة، تسلقت بعض القضبان، نظرت إلى الأسفل، لم أعرف ماذا أفعل. بدأ الناس يرقدون وأنا كنت حائرا، فنزلت وتراجعت إلى الوراء، لكني لم أقفز. لم أنم منذ وصولي إلى هنا، لم أنم منذ أسبوع. أنا خائف، لم أذهب إلى سجن من قبل، سواء إلى سجن الجنايات أو غيره. لم أذهب إلى مكان كهذا في حياتي. قد يبقى بريم أياما قليلة خلف القضبان قبل مقابلة القاضي، لكن إذا أدين فقد يستغرق أشهرا حتى يعود إلى عائلته. شعرت برغبة في أن أقتل نفسي. لا أستطيع تقبل هذا الوضع، لا أستطيع رؤية أولادي. الجدران تطبق على صدري ولا أجد سبيلا للخروج. أبحث عن أولادي ولا أجدهم. في سجن كاياهوغا لا يحمل رجال الشرطة أسلحة. إذا استولى سجين ما على سلاح فقد تتعرض حياتهم للخطر. لكن ظهور عصابة مجرمون بلا رحمة واكتشاف سلاحهم المصنوع محليا يجعلان حياة فريق الإنقاذ الخاص مهددة بالخطر. نحن نعرف حدودنا، أعرف أنني سأخسر هناك. إذا أرادوا السيطرة على ذلك العنبر فسيفعلون، إذا أرادوا أذيتي فهم قادرون. إذن الرجال في الأسود يتدربون جيدا لحماية أنفسهم ضد كل التهديدات.
نحن لم نأتي لكي نضربكم، لقد تدربنا لكي نستطيع إنزالكم على الأرض وإخضاعكم من دون أن نضربكم. لا أحد يعمل هنا لا يشعر بالخوف، يجب ألا يكون هنا. يساورني الخوف كل يوم، لذا أعرف ما يجب علي فعله للخروج من هنا حيا. الحادية عشرة صباحا الجمعة، فريق الإنقاذ يستجوب المشتبه فيهم من عصابة مجرمون بلا رحمة في الانفرادي، يحاولون الحصول على المزيد من المعلومات حول الميديا ومن صنعها. سنجري المزيد من التحقيقات والمقابلات مع أولئك السجناء لعلهم يعطوننا المزيد من المعلومات، ونستطيع ربط كل الخيوط ببعضها بعضا. سنحاول أن نحدد من هم أعضاء العصابة الفعليون لتسهيل مجرى التحقيق. وصف أحد المخبرين مارتينو هاريس بأنه جنرال العصابة، ولكنه أنكر معرفته بأمر السلاح. حتى إنهم لم يخبروني أنهم عثروا على سلاح. هل فهمت كلامي؟ هذه أول مرة أسمع فيها أنهم عثروا على سلاح. لم أرى سلاحا منذ وصولي. هاريس يخضع للمحاكمة بتهمة القتل، وهو لا يهاب فرقة الإنقاذ الخاصة. هم زمرة من المجانين، هم عصابة بحد ذاتهم، الرجال في الأسود. أساسا هم أقوياء، هم لا يواجهونك كواحد ضد واحد، بل كخمسة ضد واحد أو ستة ضد واحد. دائما يهزمونك، لا يمكنك أن تربح معهم، من الصعب أن ترفع رأسك بوجودهم، لا يمكنك أن تفوز. لكن هاريس مصمم على أن يغلبهم بأي طريقة. على الأقل إذا هزمت أحدهم فسوف يحترمونك بعد أن يكونوا قد مسحوا الأرض بك. سيقولون ابن الكذا، سوف ننال منك. هل فهمت قصدي؟ استجوب الشرطيون أيضا المشتبه فيه في مجرمون بلا رحمة ماريو ماينر. وصف المخبر ماينر بأنه صانع أسلحة. أريد أن أرى كيف هو شكلها، لأنني لا أعرف كيف أصنع واحدة. يقولون أنني صنعتها. أريد أن أرى شكلها، أرني إياها. أريد أن أعرف من أين جاءوا بالقطع، من أين يمكن أن يحصلوا على القطع. هناك الكثير من الأشخاص المرعبين في العنبر. يمكنك أن تقتل شخصا في السجن كما في الخارج. يمكنك أن تحتال في السجن كما في الشارع، لكن الحصول على المال في السجن مختلف عنه في الشارع. في السجن تأخذ تموينا وليس نقودا. أعضاء العصابات يواجهون أحكاما أطول بالسجن، بينما ماريو ينفي تورطه مع العصابة. بقيت علاقته بمجرمون بلا رحمة غير واضحة. باتت حركة قوية الآن. لا أستطيع أن أقول إنها عصابة، إنها حركة قوية جدا. لا أحد ينوي معارضة أولئك المجرمين لأنهم منتشرون في كل مكان. يريد كالي أن يعرف إذا كان هناك المزيد من أفراد العصابة أو المزيد من الأسلحة في العنبر، وهو بحاجة إلى معرفة ذلك بسرعة. سجين آخر في الانفرادي، ألفريد موراليس، متهم بقتل طفل، جرت محاكمته حديثا. لن ينفذ فيه حكم الإعدام، لكن المحكمة حكمت على موراليس بالسجن 55 عاما. سيمضي على الأقل 30 سنة المقبلة وراء القضبان. أردت أن ينتهي كل شيء، كنت مقتنعا بالنتيجة. أعرف كيف ستكون بقية حياتي الآن. أنا أفضل من السابق، لأنني كنت دائما أعيش تحت هاجس مواجهة حكم الإعدام، وهو أمر صعب. يقول موراليس إنه كان بإمكانه المضي في معركته القانونية، لكنه فضل ألا يفعل. قطعت عهدا على العائلة، عائلة الضحية. لقد قتلت شقيق صديقي المفضل الصغير، لذا. يصر موراليس على أن الزمن قد محى من ذاكرته تلك الفعلة الوحشية. ليتني أستطيع أن أقول إنني فعلت ذلك لأن لدي دافعا ما لأفعل ذلك. عندما حدث ذلك لم يكن لدي أي دافع. هذا ليس مبررا، لكنني سأظل أردد أنني مسؤول عن ذلك. أنا اخترت أن أفعل ذلك. ثلاثة عقود بقيت لموراليس سيمضيها في سجن الولاية ليفكر في جريمته.
أعرف أنه لولا إدمان الكحول والمخدرات والمستنشقات لما كان قد حدث كل ذلك. كنت شخصا صالحا قبل ذلك، وأنا شخص صالح الآن، وسأظل دائما شخصا صالحا. سينقله فريق الإنقاذ الخاص من المقاطعة إلى إصلاحية ترامبل خلال أسبوع. في اليوم الذي تلا محاولة الانتحار، ذهب السجين بريم لرؤية الطبيب. السبب كله يعود إلى عدم قدرتي على التأقلم مع الزنزانة. الطبيب النفسي هو من سيقرر إذا كان بريم لم يعد يمثل خطرا على نفسه أو على الآخرين قبل أن يضعوه ثانية بين السجناء. سأضطر إلى مراجعة طبيب نفسي. لقد حاولت الانتحار مرات عدة. علمت أنك حاولت القفز عن الطابق الثاني. فكرة كوني سجينا بحد ذاتها أثارت في داخلي مشاعر مختلفة. أنا خائف من المحيطين بي، أنا أعاني رهاب الاختناق، أشعر بأنني محاصر. يصر الطبيب على أن بريم يملك القوة ليتخطى محنته. هل تفكر في الانتحار الآن؟ لا. لكنك فكرت في الانتحار البارحة. نعم. لم أتحمل ضغط أن أكون في هذا المكان، في هذا المكان المغلق. قد قادني ذلك إلى الجنون، وهذا ما... هل سبق أن دخلت السجن؟ لبضعة أيام فقط، لكن ليس على هذا الشكل. كان باستطاعتنا التجول في المكان. الانزعاج من السجن صعب ويوتر أعصاب الجميع، أعلم هذا. لم أستطع أن أتعود ذلك، لم أستطع أبدا. أنت قادر وستفعل. لا نستطيع أن نقول لا نستطيع أن نقول لا يمكنني تعود السجن أو الزنزانة، ولكنني أنا لم أقدر أن أتحمل ذلك أبدا. لكن أنت بحاجة إلى أن تعرف. لا أريد أن أعرف شيئا عن مسألة التعود، لا أريد أن أتعرف على ذلك. ما أحاول قوله هو أن الكثير من الأشخاص يقولون لا يمكنني التأقلم، والجميع يتأقلم لأنهم مضطرون إلى ذلك. كما تعلم حيازة المخدرات تعرضك للخطر، أنت تعلم ذلك، ويجب أن تتأقلم مع هذا الواقع. إذا أردت ألا أكون هنا ثانية فلن أكون. أنت مضطر إلى أن تتكيف مع هذا الواقع كيفما كان، لكنك لست انتحاريا، لذا أنا لن أبقيك هنا. سوف أعيدك ثانية إلى عامة السجناء. هذا الرجل لا تبدو عليه عوارض الكآبة. بصفتي طبيبا أرى أنه لا يشكو من أي شيء يدل على اضطراب نفسي أو كآبة سريرية. شكرا. اللافت في هذا الرجل أنه سلس، هذا هو شعوري نحوه. لا أعرف الكثير عنه، لكنني أعتقد أنه سلس. إنه يحول ما يقوله لمصلحته هو. بقيت أيام قليلة على عيد الميلاد. يأمل بريم أن يخرج في الوقت المناسب كي يمضي العيد مع عائلته. الآن يعود القرار إلى القاضي. السبت 10 صباحا. لقد أصبحت تحقيقات الرقيب كيلي حول عصابة مجرمون بلا رحمة أكثر خطورة. يقول أحد السجناء إن هناك 7 أفراد آخرين من عصابة مجرمون بلا رحمة. كيلي بحاجة إلا أن يتحرك بسرعة ويتوصل إلى الحقيقة لحماية السجناء الآخرين. هناك سبب وجيه يجعلنا نعتقد أن هناك عددا لا بأس به من أفراد مجرمون بلا رحمة. طلب منا آمر السجن أن ننقل أحد السجناء الذي قيل عنه إنه أحد الذين صنعوا الأسلحة في 7B زنزانة 1 و7B زنزانة 5، يطلقون زنزانة 5، يطلقون عليه لقب المنفذ المبيد. بوجود المشتبه فيهم الأصليين في الانفرادي، يعود فريق الإنقاذ إلى العنبر للمجيء ب7 أفراد آخرين من عصابة مجرمون بلا رحمة. ضع يديك على الجدار، ضعها في وضعية الصلاة. وضعية الصلاة، هذه ليست وضعية الصلاة. حسنا، انظروا هنا شباب، نحن نعتقد إما أنكم منتسبون إلى مجرمون بلا رحمة، أو أن لديكم معرفة ما بالسلاح الذي وجد في العنبر. سوف تحتجزون وسوف تنقلون إلى الطابق 10. عفوا، ممنوع الكلام. أنا لست من أوهايو.
يجب أن تتعاونوا. كما قلت يجب أن تتعاون، يجب أن تتعاونوا معنا بأي طريقة. أنا لا أعرف عصابة مجرمون بلا رحمة. أنا من نيويورك، لا أتعامل معهم. حسنا، أحضره إلى محقق السجن. انتقل إلى الطابق التالي. في الوقت الحاضر أنت متهم بمخالفة القانون. أنا أتساءل أين مصدر هذا؟ من قال هذا الكلام؟ أتعلم ماذا؟ انظر، الكلام غير مسموح به، الاتصالات ممنوعة. ستصعد إلى الطابق العاشر. العاشر، حسنا، فلننقلهم إلى العاشر. في العاشر سيجري تفتيش السجناء قبل عزلهم في زنازين انفرادية. هذا إجراء روتيني للتأكد من أنهم لا يملكون أسلحة أو مخدرات. سيجري نقلكم إلى العنبر 10 سين. سوف تتوجهون إلى آخر الزنزانة، وجوهكم إلى الجدار باستمرار. سيطلب منكم الابتعاد خطوة واحدة إلى الوراء بعيدا عن الجدار. ستأخذون قطع الملابس، تأخذون قطع الملابس كل واحدة على حدة. ستبدأ عملية بحث دقيقة. نريد أن نتأكد أنكم لا تملكون أي ممنوعات. أحد السجناء رفض الخضوع للتفتيش. لقد فتشونا على نحو سافر ذلك اليوم. اهدأ واستدر نحو الجدار. لا يمكن. ماذا؟ هذا ما سيحدث. حسنا، لا تريد أن تفتش عاريا؟ لا. حسنا، أين كرسي الأمان؟ سنضعك في كرسي الأمان. يجب أن تجلس على هذا الكرسي لأنني متأكد أن لديك بعض المواد الممنوعة. بانتظار أن تمتثل للأوامر سوف تبقى على الكرسي حتى تقرر الامتثال للأوامر. وإذا أنهينا جولتنا وكنت لا تزال مصرا على عدم الامتثال، فآنذاك سنجردك من ملابسك لكي نتأكد أنك لا تملك أي ممنوعات شخصية. هل ستضع ذراعي إلى الخلف أيضا؟ خلفي أيضا؟ تبا لك. وضعه الرقيب كالي في كرسي الأمان بينما نقل بقية السجناء إلى زنازينهم. يأمل كالي أن يحصل على معلومات من هؤلاء السجناء عن العصابة. إنه يبحث عن دليل كاف لاتهام زعماء العصابة. بعد وضع كل السجناء في الانفرادي، يعود كالي لاستجواب السجين العنيد. حسنا، اسمع، لن يحاول أحد العبث معك، لن يحاول أحد أن يؤذيك. علمنا أنك إما أنك تملك معلومات أو أنك متورط في السلاح الذي وجد في تلك الليلة، مفهوم؟ إذا كنت غير متورط فقل ما عندك. سوف تشرح وجهة نظرك أمام المحقق العام يوم الاثنين. إذا لم تتعاون معي فسوف تعطيني مبررا كي أوجه إليك تهما أخرى. هذا يعني تعليق زياراتك، مكالماتك الهاتفية، وكل امتيازاتك لفترة أطول مما كنت تتوقع. ماذا قررت؟ عليك أن تمتثل. سننهي هذا الأمر، وإلا فسوف ننزلك إلى تحت ونجردك من ملابسك. لا أريد الخروج من هذا الكرسي. حسنا، انتظر، سأضعك هنا في الردهة. سوف يخرجونك من هذا الكرسي. سيضعون الأصفاد في يديك. سنتصرف معك كما يتصرفون مع أي شخص في الحجز. يريد كالي توصيل رسالة واضحة إلى مجرمون بلا رحمة. لن نسمح للعصابة بترسيخ أقدامها في هذا السجن. يوشك أنتوان بريم أن يمثل أمام القاضي وهو قلق. قد يمضي شهورا وراء القضبان بتهمة حيازة المخدرات. إذا نظرت إلي فستعرف أنني لست مدمنا المخدرات. لم أشارك في أي نشاطات جرمية من قبل. لم أمثل قبلا سوى أمام محكمة الجنح ومخالفات السير. الجميع يعرفون أسباب عدم دخولي السجن من قبل. كل أصدقائي يعرفون ذلك. الجميع يعرف سبب وجودي هنا الآن. بريم يطالب بالإفراج عنه. سوف يعرف بعد قليل إذا كان لديه أمل. 9 صباحا، سجن مقاطعة كايهوغا. بعد قضاء أسبوع في الانفرادي، السجين ليلاند سمايلي في وضع سيء. وصلت إلى مرحلة
حيث كل شيء أصبح واردا. أنا محبط جدا وحالتي تعيسة. عندما تتصل بأولادك وتكلمهم ويقولون لك متى ستعود إلى المنزل، أو تتكلم مع زوجتك وتقول لك متى ستعود إلى المنزل وأنت تقول لهم إنك لا تعرف، تحس بالألم. لا يزال سمايلي ينتظر المثول أمام القاضي. قد لا أمثل أمام المحكم قبل 3 أشهر، وهذا وقت طويل جدا. هذا يحصل معي دائما عندما أكون في قضية مشابهة. قد لا أرى محاميا لوقت طويل جدا ولا أي قاضي. أنا متأكد أنني هنا لأجل شيء لم أفعله أبدا. أنا أعاقب على جريمة لم أقترفها. سيدي، هل تريده في زنزانة؟ إذا أدين فسيواجه سمايلي أياما صعبة. قد يحكمون علي بثلاثين أو أربعين سنة إذا أرادوا. أنا فعلا ضائع الآن. أنا ضائع، سيفوتني عيد الميلاد وسيفوتني عيد مولدي ابني. أنا هنا ولا أعرف شيئا، لا أفهم ما يحصل. يجب أن يهدئ من روعه بانتظار موعد جلسته. يقولون أنك بريء حتى تثبت إدانتك، لكن أنا هنا مذنب حتى تثبت براءتي. هذا سيء جدا، هذا الوضع فعلا سيء. أنا أتألم من الداخل، لكن علي أن أرضى بالأمر الواقع. أحد السجناء تلقى خبرا جيدا. سأذهب إلى المنزل، سوف أجتمع مع عائلتي. لقد اشتقت كثيرا إلى أولادي. عندما أخرج من هنا سأمشي وصولا إلى منزلي. ستكون أفضل نزهة في حياتي. آمل ألا تراني هنا في هذا المكان ثانية. انتظر هنا، وجهك نحو الجدار. يقول أنتوان بريم إنه محظوظ لأن القاضية تساهلت معه. أعتقد أنها أدركت أنه حصل خطأ ما وأن مكاني ليس هناك، لذا تساهلت معي. منحها إياي إفراجا غير مشروط كان نعمة بالنسبة إلي. تولت فرقة الإنقاذ الخاصة عملية خروجه. سوف نعطيه ملابس عادية، بعد أن ينتهي من ذلك سنأخذه إلى مكتب الخروج. سيدونون معلوماته ويتأكدون أنه ليس مطلوبا في قضية أخرى. بعد ذلك نطلق سراحه. يمكنني أن أستدير الآن، لست مضطرا إلى أن أواجه الجدار. ليس بعد الآن. لا يدفعون لكم مالا كافيا. لقد اكتشفت أشياء كثيرة خلال وجودي هنا. أنتم تقومون بعمل مرهق. أعتقد حتى أنا سببت لكم الإزعاج. كما أن الهواء نقي. لم أتخيل أن أستمتع بالهواء العذب هكذا. يا إلهي، لا أصدق كم أنا متحمس. أول شيء سأفعله هو عبور هذه الأبواب والتوجه غربا مباشرة من هنا إلى وست 48 إلى بيت عمي، وسأتصل بزوجتي. يقول بريم إنه تعلم درسا قاسيا. لا أريد المجيء إلى هنا ثانية. أفضل الموت على ذلك. أفضل أن أموت. طالما أنني أتحكم في تصرفاتي لن أعود إلى هنا. لكن إذا تخطى حدوده ثانية فسيكون هناك دائما زنزانة في سجن مقاطعة كايهوغا في انتظاره. أخرجت فرقة الإنقاذ الخاصة المشتبهة فيه في عصابة مجرمون بلا رحمة ماريو ماينر من السجن الانفرادي. لم يستطيعوا أن يثبتوا أن ماينر صنع المدية أو أنه عضو في العصابة. بصراحة هذا لن يغير شيئا، حتى لو كنا في الانفرادي أو خارج الانفرادي فهذا لن يوقف ما يجري هنا. سيفعلون ما يريدون. لكنهم أبقوا هاريس المشتبه فيه بأنه زعيم العصابة في السجن الانفرادي لاستكمال التحقيق. أفرج عنه فقط ليحضر محاكمته بتهمة القتل. ظل هاريس يسخر من فرقة الإنقاذ كلما سنحت له الفرصة. هم أقوياء جدا، دائما يريدون إثبات شيء ما، دائما يتعمدون التباهي أمام من يشاهدهم، دائما يستعرضون أنفسهم أمام أحد ما. هم يحاولون إثبات شيء ما. طبعا هم الرجال في الأسود.
لكن فرقة الإنقاذ الخاصة أوقفت نشاط العصابة هذه المرة، وسيستمرون في إرباك مجرمون بلا رحمة ويصعبون عليهم العمل. لن يكون مشكلة لفرقة الإنقاذ الخاصة، لأننا نعرف كيف نتعامل معهم. أرأيتم؟ لديهم لائحة اتهامات، لقد اتهموني بسلسلة من الاتهامات، من الخطف إلى أعمال السرقة.